الرب حذر آدم وحواء، يعني أعطاهم كل المتعة وكل اللذة في الجنة، من كل شجر الجنة تأكلها، لكن في شجرة واحدة، شجرة معرفة الخير والشر. ولما الشيطان ابتدأ في عملية التشكيك فهي زادت حتى على كلام ولا تمسى، فهون ابتدأ العصيان والتمرد. وخلينا نسميها بكلمات لاهوتية بسيطة، الاستقلالية عن الله، كأنه احنا بناخذ القرار بأنفسنا، وطبعا دفعوا الثمن. يعني لما الشيطان قال لحواء تكونان كالله، من ضمن ما تعنيه هذه الكلمة ما تعودوش في احتياج لله، انتم محتاجين في الله في ايه؟ انتم تبقوا آلهة نفسكم. واعتقد اللي يشوف النهاردة التنور النغمة السائدة في العالم هو ان الانسان، طب انا محتاج لربنا في ايه؟ طب ما انا اله نفسي، اعمل اللي انا عايز اعمله وما اعملش اللي مش عايز اعمله. النهاردة الانسان الكذبة القديمة اللي في الجنة ان احنا مش محتاجين لله، احنا آلهة انفسنا ماشية وسط قطاع كبير من البشر، ولا سيما الشباب. أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصل.